عدة مداخلات منذ صباح اليوم ومنذ بدء عملية الاختراع عن التكتلات التصويتية وعن القبائل والعائلات في محافظة مطروح وما يعني يحدث من اتفاقات وتربطات من أجل الوصول إلى مرشح يعتقدون أو يتوسمون فيه أنه يمثلهم. أما عن الجانب الأمني فيسعدني أن أستضيف خير من يتحدث عن هذا الأمر في محافظة مطروح السيد اللواء هشام لطفي مدير أمن مطروح. برحب بحضرتك. اهلا وسهلا بسيادتك فندم. يعني نتحدث عن بدايه التامين قبل الانتخابات واثناء الانتخابات. الحمد لله هي كانت خطه امنيه وبرنامج امني موضوع منذ فتره وتم تطبيقه على ارض الواقع بالقوات المتاحه والدعم القادم واستخدام احدث وسائل التكنولوجيا في متابعه اي خروقات. طيب يعني هل خلال المرحلة الأولى من الانتخابات وبين المرحلة الأولى ودورة الإعادة هل تم رصد أي مخالفات؟ يعني علمنا أن بعض الأفراد يعني كانوا يقيمون وقيعة بين بعض القبائل أو العائلات أو ما شابه، يعني فما كان دور الأمن في ذلك؟ يعني إذا كان شخص يريد أن يوقع بين العائلات أو بين المرشحين. الحمد لله احنا بنشيد بدور القوات المسلحة معنا، بنشيد بدور العمد والمشايخ والعواقل. احنا كنا على اتصال دائم بأطراف المثلث ويرأسهم في التحرك السيد المحافظ، بنستوعب الأمور على طول، جلسات مستمرة، استيعاب أي مشكلة، حل أي تجاوزات في حينه. فالحمد لله إلى أن وصلنا إلى هذا العرس اللي احنا حاليا بنشوفه. يعني زي ما هو في غرفة عمليات تابعة للجنة العامة أو اللجنة العليا للانتخابات في المحافظة تخص العملية الانتخابية، في هناك غرفة عمليات خاصة بالأمن أو بالحفاظ على الأمن أثناء عملية الانتخابات. صح كده، احنا عندنا غرفة على مستوى عالي جدا وبتتابع الأحداث أول بأول وبتسجل أي خروقات. لغاية هذه اللحظة الحمد لله الأمور ماشية بيسر وأمان الحمد لله، ولو في اي تجاوزات بيتم على طول حلها بحزم وحزم في لحظتها، فبالتالي ما بتتطورش. تمام. بس لو سؤال اخير، يعني اذا بالفعل حدث اي تجاوز، هل بيتم تدخل في مجتمع قبلي يخضع لمجموعه من الاعراف او مجموعه من القوانين الخاصه جدا؟ يعني هل بيتم الاستعانه ببعض المشايخ او العمد او افراد القبائل لحل هذه المشاكل؟ صح كده، هو حضرتك لو لاحظت تقريبا عند كل لجنة او اتنين بيبقى في عمدة او شيخ مسؤول، واحنا كنا شركاء معاهم في العملية الانتخابية، كنا في اجتماعات امبارح وامس مع مجلس العمد والمشايخ، وزعنا الادوار والناس بتحافظ على اللي يبقى المخرجات ان شاء الله بالصورة اللي نفرح بها جميعا في النهاية. اللواء هشام لطفي مدير أمن مطروح، أشكرك على هذا اللقاء ومستمرون معكم في متابعة سير العملية الانتخابية بمراكز ومراكز اقتراع واللجان الانتخابية بمحافظة مطروح.